الأرض إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري كتاب إن شاء الله تعالى كلماتك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن جرنا إن شاء الله فأنا حكت ما من عاوة باب اللباس حديثه هرية يعني درك قفك بشنايو يطاف قلبه بشنايو يدخل بشناي محيه محا كبرنا درك بشنايو محا سكبرناني باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صحابي باسي وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحويري لا يكونن من أمتي أمتي ذوح أهاندونا أقوام قلوين يستحلون على شنية الحرة سندية والحريرة حريرتي رواه أبو داود حديث كان إشاره النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطيلة وحكم النقض دون قلوين وحي بني سنيان سندية هي حريرت بني سنيان سندية حريرتنا labada waa haram weeyaan yani xariirta in ninku xirto waa haram weeyaan lama ogaan ninku inuu xariirta dharkiisa inuu ka dhigto xariir ka dhigto ilaa waxaan arki doonaa qadar yar oo la bandhigay weeyaan sinadana waa saas weeyaan haram weeyaan marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ubadayda waxa ka mid noqon doona qorooyin waxay banaysanayaan sinada iyo xariirta rawahu abu daawud wa aslu fil bukhari حديثك عشان بقول لها فترة سجادة كحجة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام في الرياضين أن نشرب إن القعبن في إناء آنية الذهب والفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام في الرياضين أن نشرب إن القعبن في آنية الذهب ذهب كويل كالجسمي يوال فضة يكيل جسمي قلن كالجسمي لبدا أصبعنا وحقرنه ما كعبنه وانلودي وأن نأكل فيها إينا وحقرنه إنا وحقرنه وانلودي ذي إنا وحقرنه وانلودي وعن لبس الحرير حريرتي إنا نحرنه وانلودي ذي والنبي قادي ذي والديباج ديباج كنا وانو حريرتي كمير وياني يسجد لنا حرام النبي عليه الصلاة والسلام نوديدي وأن نجلس عليه إن ندش الكفر يسمى نوديدي حديث كان بكى النبي عليه الصلاة والسلام محاوي هاي قف كويل كالجسم يذهب يقلد لبضع أصبع يعني في طلب حلو يقام لبضع أصبع وحلو عمره أما حلو عبده وحقول النبي هاي حريرته أما ديباجك حريرته ديباجك حريرته لو أن غادي باجك لما نوع كم ذا ويان إن الله يرتوه ورب ويهرتاه وارهبه دمرك ويهركران وأن نجلس عليه إنا كفرسا نوقفك مثلا هدوك قادت فولي وكالك هورها إنا قد يقول هاي حرير لقد يقول كرسيقا نوكالك إنا نحرير كبيرنا بغوش ياسنا كفرسا إنا نحرير كبيرنا أرن كاس نبيك عليه الصلاة والسلام وارهبه رواه البخاري حدث البخاري بوري مركا إن قفك قد يكتور هذا هو إن يعني قفك قبل قد يكتور لماذا؟ ويلك الذهب كها ويلك اللي يبقى الذهب في ضدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودي دي وحلو بعب وحلو بعب النبي بحديث كانوا كل إياه قفك ذهبك وحكو عباية عروش يسوه أوقع رأي وقع كعقع قعصينا لقايا دارب لقايا نارب عمايا عروش يسوه قلنا يا ويام كلمة أقول إن شاء الله تعالى إن ولد ذهب الله استعماله في ولد كفي ضربه عبتان المعتان الله استعماله
حديث شام بقول لكم تناه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام واريبا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيوه للنبي عليه الصلاة والسلام واريبا عن لبس الحرير حررت إلا لبسته إلا موضع أصبعين إلا ميل لبا فروض أو ثلاثة أما صدح فروض أو أربعين أما أفر فروض والله يوم مرك حررت إلا لبسته إلا وحي رسيل شاب قاسو كلمات وحل بدي لموضو لبا فروض أما صدح فروض أما أفر فروض وكل صار لو بحره لو بحر صار لو بحره أما لو يعني حرم يعني سيدا كلا حررت إلا لبسته والدي وحي رسيل صار ليد كان لو سمي مو يعني متفق عليه واللفظ للمسلم حديث كان البخاري مسلم وري لفظ اخرنا مسلم باسكال حديث كان مركو قلت ماما انت كبرنا فر لا فرو صدح فرو افر فرو وحلمدا وحرير ان مرض لو توتو ما ها ان يدو دن كبت حرير لو قال حديث كشرب قول كنت لكواد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحريري رخص النبي ورخصي لعبد الرحمن بن عوف صحابي والزبير يا زبير بن عوام بل بدا اسم النبي ورخصي وبنيي في قميص الحريري حرير قميص حرير ورخصي في سفر سفر يد الوجر مخو ورخصي من حكة حجين كانت بهما لبدا كو دحدي حجين لبدا كو دحدي oo dhanka kale ay qaadan waayeen ba nabiga kaleey salaatu wasalaam u ruqseeyay ee labadooda sidii si gashada inta xadidaasi ay ku taalo marka culdaarka noocaas oo kala mooyaane in qofku isaga gashada khamiis xariir ama macbuus xariir laga sameeyay ama shaar laga sameeyay xariir lama ogola labadaas nabiga kaleey salaatu wasalaam ugu baneyay min hikkatin kaanat bihima adoo wax loo yaqaan adada inuu wax dheer u dhaqana عندو كوب على جيكو أو يعني مركي حبا يعني جيكو لو كوب أي ماذا أسمعها حريرة ما مري خايف أو يعني مركا كواس بأساس اللي هو بني مركا لكن وعسى كلامه يعني إن قفكو هو قشط مرة ولا حريرة لا موضة واتفق عليه حديث شنب بقول يكون تاني لبعض عن علي رضي الله تعالى عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة كساني وهو ينبي وايجلي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة اسكجوك او سيارة لو نسبي حلة واحد يا مكة مرضى حق صلاة حق او اسكمدين مرضى حق صلاة مرضى كركة قرطو كو اكركة قرطو يمعوز نوز اسكجو ويا انه يعني برسول كمان استعمال لمنها شارع يسروا الاسواك شارع جاكل اسواك كواس واحد يا محاي حلة اللي رحنا وهالنبي عليه الصلاة والسلام بقى السيئي اسكو جوك سيارة فخرجت فيها وانا صوب حي مرك وانا صوب حي مرك حرير بحيت وانو حريرت كميدة ويانا فرأيت الغضب في وجهه وحاك النبي عليه الصلاة والسلام وجهي سوحا كارك عار مرك النبي يو عارو دي مرك مرك صوب الشضي مرك النبي يقول صوب الشضي ما أمسي لك هوين كي سئيو إنو سي أيو سي وحاك دولنا عمر رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أوصيي جاكت حريرة جاكت حريرة أنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصيي قفكر أيوه هدي دمرت صار مشرق عليه ما قال هذا بكت جوجي أيوه ما رد شيء وهدي ما كان نص إمام الله عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بأوصيي سك جوجاز فخرجت فيها والله صبحي فرأيت الغضب وحنك عرضي في وجهه النبي وجهيس عرق الموت نبي كحنا غمارك فشققتها بين نسائي فشققتها وحن أكل جاحي أكل بوي بين نسائي هوين كيما أكل بوي متفق عليه وهذا لفظ مسلم حديث كان متفق ويان لفظ كان خلنا مسلم بس كلا مركا مركو أرك النبي يو كعرضي أيوه السمي مرضي أيوه كلا جاحي وما دمر كي مسيما دمر كمركو أوبنان تاي حريرتو يا كشدان لك dadka xadiga uu siiyay oo hadiyay dadku uma siinay gashadaan laakiin waxa uu siiyay inay maartay dumar kooda iyo siyaana u hadiyay hadiiska shan boqol iyo konton saddexaad aan Ali Musa
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أحل الذهب ذهب هو اللبني والحرير حريرتي لإناث أمتي أمت إذا لبي كودا دمر كودا أي اللبني ذهب في حريرتي وحرم ولك حرامي حرام ولك تجي على ذكورها أمت إذا لب كودا لب كيان يعني. ركوا إلى كشدان ذهب في حريرتي النبي عليه الصلاة والسلام يجري والدي لكن حولك هيا ذهب كي حررت كل بسكة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه حديث كان أحمد النسائي الترمذي وري الترمذي وصحيح وياه سلوك الإمام بهجنا حديث كان وصوصا حديث كشاب قبل يكون تري أفراد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه قف كذل يلي مقال كتيت حريرتي إن روك استيقو نرجع الجهاني وحاو قاتبا لدي وحاو ليه نبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب ألا وحج عليه إذا أنعم على عبده هدو أدون كيس كل معيستو نعمة النمعو أن يرى إنه أركه أثر نعمته عليه نعمة السيرات كذا إنه دشي سفو أركه قف كهدي له نعمة السيئة نعمة لك مغتال دولية إلهي سبحانه وتعالى واجعليها قف كهدو النعمة السيئة إن نعمة لك مغتال هذا إلهي حول بسيئة حولها بنا وحق لطوء سؤول لبسطوء نفع عن قالته وفي عن تهوية الآن نعمة الله سبحانه وتعالى بسيئة الله واجعليها إلى دشا لك موت هذا هو يحول بسيئة إلى بر يعني اللي تقو أن إلا الله قد قاتنا قالته بحلم إذا وقف عين رواه البيهقي حديث كان بيهقي بوليي ولا حدث زي حويا حديث كشام قول كنت يا شباب عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام نهى نبي وارهبي عن لبس القسي والمعصفر نبي وارهبي عن لبس القسي إلا لبسته حريرت النوع كبد القسي اللي يراده إيه والمعصفر مرض الله سعفراني إنكو كشده حريرت النوع عاصر إيه مرض سعفران لسومري إنكو مرصده نبي وارهبي رواه مسلم marka maras afraan la yeeyo noocaas xarirta kamid ay in qofku soo qaato waa la diiday way marka in la iska ilaaliyo marban way hadis ka shan boqol iyo konton iyo toddobaad aan asma binti abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma asma binti abi bakr aisha waashid wayan annaha akhrajat jubbata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam أسماء وحي صوصارت أنها أخرجت وحي صوصارتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مردي جبة دي سيبه صوصارتي مكفوفة الجيب والكمين وحنا قبصة نبي عليه الصلاة والسلام دركيسي سيئة هاي جاب كائيو قعمها يويك كرناية هذا سنة خلينا واخر يدي عن لبس القصي أن الرسول صلى الله عليه عن لبس القصي ومصعفة وماذا شيء وياه قف إنه حيته هذا اسم يا عبد الله كم قال هذا قالوا قال عن عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي نبي عليه الصلاة والسلام علي أبو أركي ثوبين معصفرين لبمرؤه صعفران لمريين
فقال مركز نبي وحيري أمك أمرتك بهذا وهو إذا أبو أمرتي إن سوق رواه مسلم غير لفظي حديث كان سوى حديث كان يعني شنب قول يكون تن لحد قف بيلك جايزته أما حديث كان شنب قول يكون تن تطبات المرني نبي عليه الصلاة والسلام وحقو وتي مركز هايان أيام الصايمك مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج وحي النبي عليه الصلاة والسلام بصوبحي وحي صوبحي سجبت النبي عليه الصلاة والسلام أسماء إذا ماذا جاءك اللون يطلع هل كان سجب لهذا والكمين ماشا قعمها ويا كلكم ماشا قعمها لهذا إيوه والفرجين ماشا نعيرا أي الله كفرين جاكدو كفرين ويا بالدباج إيوه الدباج هو كريهين أي صوب حسي رواه أبو داود حديث أبو داود أوريه وأصله في مسلم حديث أصل كيس إمام مسلم أي مارتي كسوية وزاد معنى يا محن صوم مرنا حررت واحد لو قلي هاي محن صوب حسي لك نبيك بعد ويان نبيك عليه الصلاة بعد ويان حديث كده ما مرك عضينا يا فيرنا مرك عائشة وأصله في مسلم حديث كان مسلم كسوية وزاد وحي كسيادسي وحي كسيادي مسلم كانت وحي جبداني عند عائشة عائشة أكتيد أولانتري حتى قبضت إلى عقبت يدي فقبضتها وصوغت جبدا نذكر عائشة هيسي نبي وقير يوضع عائشة هيسي عائشة مركي عقبت كبعد أنا صوغت بيتر أسماء أولا شيدا مركي وحي صوغتي هذا النور شيئا مركي وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قربها يلبسها من لبسته فنحن أنبنا نغسلها وأردغنا للمرضى بكجرا يستشفي بها سو عفما طلبان يعني قف كجرا باللوردق إلى عبسنا محيطة معناه هو بركة النبي عليه الصلاة والسلام نبي قال بركة سنة جاكديس قف كمركو حانو صدوك الوقع بيا لوكل لا بيا اسبا قف كدوشي يا غبرناي وبركه ويا مركا النبي عليه الصلاه والسلام ولا بركيسن جري انو فديسي وكراي سنه ورك وسقاده وسديسي ولد فجري انو فديسي ولا سن رنجري اما عيد كان دمبايساي النبي عليه الصلاه والسلام بو صلو بركيسن اي كعميسي جيركيسي وسديسي انو فديسي ما جرا ويا انو قف كنا ولا تي لا تغي با قبرها يعني عيد صالح ولا سوق هذا جل الله بركة زنتي ولا اسم رجها ها أكيد قريها هم كي ما إيش يبغى حش حشكا مركز سوحة جناية بطل أفريقيا نيجيريا طبعا يعني مرة واحد من مرايا مرة واحد من مرايا كعوض قرن وقع أمامه تمايا داود سير لي بدر هناك نضاع وكذا بي أفكس تقول تلعب وقطع يعني بركة هم في ولا عبسين أيام الله مرايا ماذا يعني كعوض ولا سمري وبركة زنتي مخدبي عليه الصلاه والسلام عيد كدبيساي او موسديسا ما بيان كيسا ما عم فديسا البركيسنا يا مجرت مركا اسماء واحد سري النبي عليه الصلاه والسلام باكشن جري انو ما وها ودقنا ددك جيره ما ودقنا وزاد البخاري في ادب المفرد كتاب اللي يقرا ادب المفرد كبخاري وحو كسياديه وكان يلبسها النبي واكشن جري للوفد مركا وفد بو يماده يا ولا جمعه يا جماعه مركا وجاكد ويا جاكد مركا وحي لا نعم كفرت الله نعم كفرانتها مركز جاكلها إلا قاطع نبي قوة قاطع مركز نبي عليه الصلاة والسلام مركز وفده بإيمانا يوك ليه بقوه كشنجر إيمان ذا جمعها تكره ونبي كشنجر صلى الله عليه وسلم أما سراويل سراويش النبي حديث باسوغا نبي من سراويل قطعي إما سراويل قطعي نبي عليه الصلاة والسلام حديث با تلمامي صلى الله عليه وسلم إنه كشري وكسعطي ما موجنا يا لكنه قتاي النبي عليه الصلاة والسلام سرابيل سو قتاي حديث بطنامس أنت أول مشيوك قبل بحي كتاب كيلو رجع كتاب الصلاة أنت يود بيسير أنت أول فوق على يا كتاب الجنائز جنائز كنا وفقها الله وحويان قفكو مركو بنته يا أحكام تلحيرتين جنازة عادية
حديث كوري وحديث كشب قول يكنتم يتضبعد ويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحيري أكثر ذكر هذه من لذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وحولي هاي صحابي قال له يقال الإرادة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجري يعني أكثر وحر بدسان ذكر هذه من لداتي معاك كان قويه شيخ شاكدي سبري معاك كان قويه شيخ شاكدي سنمحال قوضا حديث كويدة بكوغر وحي الموت قريدا وانا أغفق أن معاك استوى كجرو راح استوى غفق كجرو راح يساني حوالك استوى غفقو هايستو تاجر استوى غفقو وها بغر استوى وها غفقو مدهبانين استوى غفقو وها مره قريدو تيوان غفقو هايستا مخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي أكثر بديا ذكر هذه من اللذات معانك وحياة نفسه يجعشها هاي كرقوية شيك شيكين سيسا بديا يعني هذا يقول كهل قف مرة قريك هذا شو على قلبك يسبع جلعا يغفر يعني الموت قريده ويا رواه الترمذي حديث الترمذي بأوليي والنسائي يا النسائي وصححه ابن حبان حديث كوحي وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى سيدو كلا حديثك وحا وريي حاكم أي وريي رحمه الله تعالى حاكم الوحلية صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى حديثك مركا حديث وحديث حسن ويان بشواهده وعن أنس رضي الله تعالى عنه حديثك شنب قول يكتر السقالات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم قفكين يانو تمنين قفكين يانو جعلي سنين الموت كيرده الله دام بما الله إنا نتان جعل الله ما نسكدنتو هاو رننا وقال نبي عليه الصلاة والسلام يريح تمنين وهجعلي سنين كيرده لضر نزل به لباتو كدك تأوغيت قفكين يانو جعلي سن إنو دنتو لا يتمنين لا يتمنين يانج عليس أحدكم غفكين أو تمنين الموت جاردة لضر نزل به نبكر على أوجت نبكر على يحب سكر وحلا يا مغفك مركب مني سكر استمر وحكم دعاء وكلام مس ومثلا عريان وكلام نبغى كدعاء وكلام جالس غفير ودنتو ما كنب سكرتي أوجت غفكين يانج جاردة جالس فإن كان لابد حدي لقى مرمانت هاي متمنيا يعني قفكين هدي اللقى مرمانت هاي إنو تمنيه فليقول هجر هذا اللهم إلهي أحييني إنوري ما كانت الحياة خيرا لي إنت نرش أي خير إلا دهي وتوفني إلهي أفسه إذا كانت الوفاة خيرا لي هدي قرد أي إتهاي خير تاعي نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي الدين لا يمر مطاعي إن فإن كان لابد هذا لا يمر مطاعي متمنيا إنه تمنيا يرجع عليه سنة يجيردي فليقول هاي راهو اللهم أحيني إله النوري ما كانت الحياة خيرا لي أنت نرش خير لي ضحي وتوفر إله وأوصى إذا كانت الوفاة خيرا لي هدي قبل خير تاعي لكن إنه خوفك وسكت على يسته إنه بتنظر نبكو بعد أوقات لكن هاي هذا الله ودين رش على إيف خير وجرنا إنه رأسي هذيك غير إيف عن تانا إلى هو أوف صحيح متفق عليه حديث كان بخاري مسلم وريي سلو قال الإمام النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد أيا وري لكن بالطور إلى أنس مرفوعا به حديثك شنب قول الحناد حديثك شنب قول الحناد عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريدة وحي النبي عليه الصلاة والسلام سوء كورنية المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن غفك مؤمن كاهي يموت وادنتا ولمن يغفك مؤمن كاهي
بعرق الجبين يعني دبن كيس دفور كيس انتاس او دي دي سمعا دليت او كيا ايو دي تواليد اي غف مرحو الله ادعو بها الله واحد كده وحيلا هيدا الحكم اذا غفكم مركو بمعا ايو قاي مؤمن كاهي لكولا الله سبحانه وتعالى كل ما ايو ايو غفرها ساسا مركو وجه كيس ديد ويجمع دا سانا والا يري مركو غفكم مؤمن كاهي وحلوية قانا مركو بمعا ايو نبيك عليه الصلاة والسلام وحو الشاقي إنما رتعي وجهي سأو دلده يمنا أو إسوء كرسوني هاي سوصا قلنتا وقفك المؤمن كاوية نبي واحد يسبح كل أي هاي قفك جعل هذا الله سبحانه وتعالى وكرمه إلهنا وجعل الله نكرمه قفك جعل هذا من أحب اللقاء الله أحب الله لقاءه قفك جعل الله كل أنكيس إلهنا وجعل كل أنكيس وقفه مؤمن كان مقر لما أيوه أكيد حكم الجنة فرحت مقر لما أيوه سوء الله يلو قر لما أيوه ساسا مرقى حاليا وقفك وحب مقر لما أيوه وقفه مؤمن كاهي مارد بفور كيس أم وجه كيساس وحكي ماذا بيذبا كي ماذا رواه ثلاثة وصحها ابن حبان حديث كان السقاهي حديث أي حويان حديث كشم بقول إيه لحن الكوات عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبي سعيد الخدري يا أبو هريرة لبد الوحي هذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجري لقنوا موتاكم ذاتك نجيليون يقول لقما لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله أفكر قليل قفك مكة على تنطرك سباحي السوء بروحه لا إله إلا الله نحبه علماء يقولوا بحيلان قيم وحبه بحيلان يعني لقوا معي عشوه سيان قفك أركع موسيقى هذا هم ربه لا إله إلا الله فراك قال لقنوا موتاكم ضدك أن يكدر ما يقول لقنا لا إله إلا الله لقنا نبي واحد ستكرها قفك يعني كبد وطبستها لا إله إلا الله قفك ما تقنى يقاله يعني وحي كمتها على مدى قفك سيد الله سبحانه وتعالى جنب الله مركو نفتك سباح سابتان أفكا أقلية أولا قيمة إنه إلى المحي لا إله إلا الله رواه المسلم والأربعة حديث المسلم أوري أفرت سننتا وحكى له حديث صار بيهاقي وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة هذه من ولا قلت يا شيخ تقول لا إله إلا الله في الانتهاء ولا قلت ها هذه من عبد الله يا ما قال لك ما هي عرقنا كم هذا؟ قف كوه في عين الله قيمة نمارت ما كل ما هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طال جنازة أدركس وحنوسا وصرت سرطوت وكجري لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني كلمة عليه الإله سبحانه وتعالى قيامة سان كلمة ده سوق أبصر لكن تنسوا لما يقول فكنت دوري الإسلام وكنت دوري أدركس أما ذلك المؤمنين تاهي لا قيمة موتاكم لا إله إلا الله إلا إله أفكر أكريه رواه مسلم والبعض وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا كأخري على موتاكم ذلك الهكي اليودة ذلك الهنتي لمن يوحد كأخري دان ياسين كأخري وتين أورنجري نبي حي هل أورنج عبد الله؟ ياسين الله أقرب ما قاعد موتقال ما قاعد أورنجري ما كل آخر نايو جنان هذا بالله هاي يا جنان هذا أورنجري قف جنان هذا ويا والله قف جنان هذا ويا رب أورنجري ياسين كأخر الله الله سوى جوك تنيه ها هو هو الحديث كان ضعيف أولي وان السائي وسحاب نحب لكن الحديث كان سجاهي وضعيف ويا الحديث كان سجاهي وضعيف ويا وحنا كجرا سنة كيسة دل أن لا قوم بها كجرا وحديث كجرا قدرنا كجرا مرحبا بدو حرادين حديث هكا ورناي مثلا وحا كجرا للي أبي عثمان ننكا لما يقانو أبيه سنة لما يقانو وحويها مرحبا سنة كيسو ساسو دعيف كيا مرحبا حديث كاني حديث لقانا يما حديث دعيف هويا دل كورناي دل كجرا كم بدا الله قوم وعن أبي سلمة ما تقف مرق بمعنى لا إله إلا الله إلا إله ولو الله قيمة بها السوغان
هذا هو حنوسية وقف من القرآن كو أخرى وحدي ذي مجرى وقفك لكن ياسين كاس من القرآن ذي وحن بقدر ذي إن الله هذا يه ومارته قف قنا هذا لوية نقول لك سكرات ويه هل الله هذا قف قنا هذا قف ياسين كي يقنا وحتى العلم بهجري إن مارت الرجال بري بالنوع ما معاه ولا جسوا كار ولا جبا حنوسين تازوك سأو قنا هذا عن وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت أم سلمة وحيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوك لي أبي على أبي سلمة أبي سلمة وصوك لي ولو فرس الحديث كان عن النبي وصوك لي أبي سلمة نكل ورجل لبناية نبي يحسيكو مخن بل وقد دعي نبي قلت سيئ إنها يسوك الله بي وأنا قد دعي مرك حديث كان رأي يحسيكو أخي حديث وجل نبي قسم الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة النبي عليه الصلاة والسلام أبي سلمة وصوك له وقد شق بصره قفك الله أنا ثمان أفتكس بحي سوء إنديسو تاك ماي سوما إندو كربو تاك ماي صارت إندو تاك ماي النبي نوشي غيمك إنديه سيئو إذن أي تاك مين أي النبي عليه الصلاة والسلام وصوك له فأقمضه يعني إندو سوء عش قفك مركو دنتو إندو تاك ماي مك النبي عليه الصلاة والسلام indee bisuusuush indee bisuusuush marka qofka waxa sunnaa marka indhuhu naftu ka baxdo indhuhu ay taagmaan in indhaha loo laabo indhaha martisa loo soo laabo ayaa sunnaa sayyid nabiga kaleey islaatu wasallam sabii thumma qala nabiga markaas wuxuu yiri dadka wuxuu ku yiri nabiga wuxuu yiri marka inna ruuha nafta idha qubida marka la qaado nafta marka la qaado اتبعه البصر وارجس ارجس يرعى سمرت نفط ما حصل لو بخيو ارجس يرعى ارجو بركو ساو راعه مركه قفكي انديه كورجره با نفط ما حصل ساسا بركو دوو تاغنان مركه اي دمانيا ان الروح الروح ده اذا قبض مركه لقاده الروح ده اتبعه وهرع البصر ارجو وارعى انت مركو يا نبي عدي نفتي لك بحد من كان سلاح فضج الناس من اهله فضج وحقي لي ناس ضد من اهله ابي سلامه ضدك يسيب الكريم نفتي ما كان بحر الشريط ويقيلي يا مك تذكر وقت ما خوف لي وانا افتخر بحري ان ما طلع اي بلاو فقال نبي مركو حبيبي لا تدعوا على انفسكم ورفت انه ابو يرنا اكو هبارنا ابو يرنا الا بخير خير ويوحك طلعي بطلعه تبرم دمر كلمات وفي جاي تتربعه حتى نغني حتى نغني ونقفك وسالاري نقول لي لا تدلوا على انفسكم نفتي انها ويرنا إن الا بخير ولا يبغي وحده لها ويرنا هو واحد يا كلمه قايله يا كلمه قايله فان الملائكه ملائكته يؤمنون آمين بليهم على ما تقولون وحفظ لسان الله هو أن هبنا يجب كثرة ذو ملاك تمحور ناس آمين ملاك والله أقبلها يا مكان ملاك آمين تري والله أقبلها يا معنى هذا العليل الله سخباري ملاك تنامي بيتر مرك يا ها مرك إسكيل عشر فإن الملائكة ملائكته يؤمنون آمين بليهم على ما تقولون وحفظ لسان ثم قال نبرك وحيري ماشي ياسينك لقى أخر الأوقات النبي يقول اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه انت أصدق كل خيمك اللهم إلهي ويغفر ضم داف لأبي سلمة وارفع له كريا درجته درجته في المهديين كوم يعني مهديين الهنوين كوها نمسا إله ربي يوم درجته السجن الكريا وراسنا وافسح له الى الله وبلا رسا في قبره قبر عيسى ونقول له الى الله وحده نور رسا فيه قبر الحديثه واخلفه الى الله وحده قدر متى في عقبه عرتيسا يعني دته وكتغي يرم كتغي الى الله ادو ما رت اي وحتكود لو ريك رواه مسلم حديث كان مسلم قال ودعاء النبي عليه الصلاه والسلام صحابه الله هي النبي قال ان ادعيه دنتي ساسو كره قبره لو ادعيه markaas uu saxaabigu wuxuu sii wuxuu yiri waxaan jiclaystay qabri qofka ku jira in aanu noqdo la jiclaystay maalintaas yaa nabiga kaleysa toosan duceeyay duceeyay ka ogeeyay
فواحد تمني قفك قبل يكون جرمات هنا عليها هذا لأن النبي دعانا دعي ولا أقبال النبي عليه الصلاة والسلام أبي السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قف مركب أنت إلا دعي النبي عليه الصلاة والسلام مركب قبل قفك ولا يقول أنت يعني أدعي ولكن حدا وحدا ودينية حدا سؤال ودينية سؤالي بقبل أمانية يا هاي تعال سوف كان ممكن سوف أطلب ولا سوف يعني رواه مسلم حديث كان إمام مسلم با صوص عليه وعن عائشة حديث كشرب قليل حين أفراد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حين توفي مركو جيريو نبي مركو نبي الله أفسدي نفر بقالي سجي نبي وحا لقدوبي لقدوبي ببرد ببرد حبرة قو لو نسبي ميشا حبرة لو يقانو وأنا يا ملا يكين تجويا أي أنا بيقول طبوا مرك نفسك بحر مرك نبي عليه الصلاة والسلام جو أسير لو يا ملا يكين وحبر راح قول نسبي أي أنا بيقول عليه الصلاة والسلام لو طبوا مرك نفسك بحر وعنها رضي الله عنها تذكر وديج النبي قبل تيجي تذكر وديجنا تذكر بكتاب قبل سلاشني يصدق اليوم من الكتاب كتاب عمدها نور بخرنا يمساد يرنجي أبو دجانا وكو والله ميل يرنجي وتانقل يرنجي كينا وتالي سقاش صدح البيت با كتاب أبو أخي مخشيخ با يعني وكاها لنبي نبي بعد انتهي نبدأ قاف لي وحنا وصدقع ومحاضع على نبي نبي بلا والد والنبي والله وصل لها نبي والد كدائي وعنها رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبا بكر با قبل أحبن كذي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته نبي لمجلسك بعد أبا بكر با أصحب النبي أولد كذلك كاس من دعن حوض النبي كذلك صلى الله عليه وسلم حديث نوقع عائشة ورسي مرك النبي ونفته كبحضي والله الشيقين ابن تيبا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وآمن وياي نبي بارنتي سيفه الله في والله نك كم قالوا نبي بارنتي سيف بقول فاية نبي عمر بمن رجسته ضرب عمر كهرجسته عمر مركز الله عدرا وحليلا وبكر الله يرا ليلا وش أصلا تفرش عمر باسيف مش كتاعن قف وركع نبي بارنتي مجنون أو بكر وصوب قال قولي في بويمين قولي هو قلبي نبي عمر كقاضي نبي عمر كوجه كم كذا هل تسكن كذا مرك مرك نكذب به رسول كلاه يوم مرك أبوي يا مرك أبي ما ترى أرد أود كم تبي ونصوب بحي مرك أصوب خد بي مرك ذلك يوم يشتي وخد بي سألت رأي مرك أصوب أتوه حكم دها آيات القرآن إنك ميتون وإنهم ميتون نبي محمد وادي مريس إنه وادي مايا آيات الجريدة اللي كهذا وكهذا نمر مرك وجهه يري وحمد آيات كاس هذا اللي سود جيم بنهرو قلنا مركز سود جيم سيدنا عمر رضي الله عنه مركز أي مسجد مرك قف قط قلنا تو إلى ربك كرو إلى ربك كرو وجه قال كده كان يزيد أي حديث كان صحيح حديث كشر مقول يلحن يلحاد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال وحجري نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه نفس المؤمن قفك مؤمن كان نفتيس معلقة من رسول الله لا يوي بدينه دينتي الغرها حتى يقضى عنه إلى ما يقدر قفك مركب بنت مؤمن كهو حا كدغن روح ليسي انت لا حساب لا ما جن لا جيل لا وحا كدغن دين دوليه لا سي دين ما الى ربحيو ساس النبي عليه الصلاه والسلام من قف مركب بنت مؤمن وحي دين دوليه اسما مركي لا بحيو النبي عليه الصلاه والسلام نيب بوو يمي مركا بنتي كنت كبالي بلا سو دين دوليه لا دوليه بالي لا لا بلا شاي ادو كنت كدوي مركا كنت كبالي هاي مركو كذا ربا لوشة وقتادة ورسول كذا أنا بحناية مركز نبي بتكون مقدمة عالمة أفق واحد دون إياه إذا مركبة إن لقبه هديتاس مركو أفق الله نحى الحفيز
وأخبر إلى البحيرة وحوي مدينة الأولهوي تام وحكى لي إلى البحيم والأولها وبحيانة بعد وصائب يحب القائد رواه أحمد والترمذي وحسنه سيدك الإمام الشافعي الإمام الدارمي من الحديث كوري حديث كشم بقول إلى إحدى التضبات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام محيري في الذي سقط عن راحلته نكي كدع هشسة وفمات كيريوذي نكي كيريوذي وهشسة كدع أي النبي عليه الصلاة والسلام محيري أغسلوه نقى بماء وسدر بيئي قب كدقى وكفنوه وحد وكفنتان في ثوبين الأمراض نبا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بروس سعد مكان هشيس مكان دعي واجي واجي ريود مكان النبي عليه الصلاة والسلام بيري مكان مقيسان بيئيو قرب كدقة لبقوا أنا بكم في مبين حديث كان مكان حمل الله يحيي حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الوداع لسعودي حاجة أي هشيس مكان دعي مكان سرك وكجرب سيدي هو جيري يودي مكان لحق يعني بفقه وحرمنا إلى وقت بدأ حني كل ما أقبل إلى مرة صار إلى أن تصوب من يعماش الله في صوب من أيه إلى مرة حمل صار الله أقبل ما كل من تنبه وفيري نقى أو مركز قبل يجلس أكف أكف ميسان مرحة أبرنية فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بركل من أيه مولها لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك الله ما نبه وفيري قيامه وحلا صوص صار يا يسوى التنبيه سريع نكاس جانس في صار قيامه ما كسب حاليا وتنبيه سريع لكن لو هو يجري ماذا حماه أنت كله كله في مبولي والقفل واحد قوم ترى ما صار يقف في سوى مئة من ولا كله وحوي واحد حب الله صار يقف في مئة وانا أقول جيل وصلي كان وكله وحوي وانا دي الله صار يمكى قف في راي سبحان الله حمودي سينا وما رتي خاتم الله يجيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحتري عائشة رضي الله تعالى عنها وحتري لما أرادوا قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي دورين نبي عليه الصلاة والسلام يدقان بدورين نبي عليه الصلاة والسلام إن يدقان مركي دورين قالوا وحيدا والله ما ندري ما قرنينه نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكب حين النبي من ثياب دركيس كما نجرد سان ورس بن أوكال موتانا ذلك غير انت أم نقصرهم سواء كنا قينا وعليه ثياب دركيس وقبل الحديث حديث كان يقول الله يا نبي مركو قيري وضيبا يعني في السحابة وحيا كبرمين نبي يقول الله بقى يوم ركم يعني كسينا مسه دركيس سواء قبل أيام مارتي ونقا مكان النبي عليه الصلاة والسلام سوى خميس كسي قبه أيها صالح النبي عليه الصلاة والسلام نركز لنا بهن